نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أهلا بكم. قررت دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية واتخاذ إجراءات بحقه بسبب ما وصفته باستمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها الحزب وفق بيان للأمانة العامة للمجلس اليوم. وقال البيان إن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. وزارة الخارجية الإيرانية دانت بيان مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر أن حزب الله منظمة إرهابية. وقال وكيل وزارة الخارجية الإيرانية مرتضى السرمدي لوكالة سبوتنيك أن هذا القرار غير مسؤول وأن المنظمات الإرهابية باتت معروفة للجميع في المنطقة. وأضاف السرمدي أن حزب الله حزب مقاوم ضد الكيان الإسرائيلي واعتباره إرهابيا يأتي في ظل المؤامرة على المقاومة ويخدم الكيان الإسرائيلي. بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إنه ليس عربيا أو مسلما من يعتبر حزب الله حزبا إرهابيا. وأضافت الجبهة الشعبية القيادة العامة أن رأس الفتنة والإرهاب هي الأنظمة الخليجية المذهبية الطائفية التي تستبيح دم العرب والمسلمين تنفيذا لقرار صهيوني بحسب ما جاء في بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. وفي ردود الفعل على قرار دول مجلس التعاون الخليجي تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، رأى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص أنه قرار مرفوض وجائر ويهدد استقرار السلم الأهلي وصيغة لبنان التوافقية. في المقابل قال رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري إن تصنيف حزب الله بالإرهاب جاء على خلفية دوره بمناطق عدة كسوريا واليمن، كما كان لعدد من النواب اللبنانيين مواقف من الموضوع عينه. يعني أنا بعتبر أنه من الحرام ضلنا نجرح بحزب الله، نجرح بالمقاومة في لبنان. الهجومات التي شنها حزب الله على المملكة العربية السعودية بشكل خاص وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام في الأشهر الماضية وفي السنوات القليلة الماضية، وبالتالي برأيي هذه هي النتيجة وليست البداية. الحكمة تقتضي بإعادة تقييم الموقف من قبل حزب الله، لأنه ما من مصلحة لأن تصل الأمور إلى هكذا وضع. أنا تقديري هذه النتيجة مؤسفة، ولكن هي بتحمل مسؤولية حزب الله بسياسته. بتقديري هذا التجني كبير. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان قد قال إن الحملة السعودية على الحزب ليست جديدة، وأضاف في كلمة متلفزة إنه برغم كل الاستهداف فإن حزب الله لم يرد. السعودية من 2005 فاتحة مشكل معانا ونحن ساكتين. تشهير تزوير واتهامات وإشاعات وحرب نفسية وشغل أمني وشغل مخابراتي وإلخ. طيب وخلال 10 سنين 11 سنة كل شيء بتقدر تعمله السعودية بالحرب علينا في أكثر من مجال عملته، بالسياسي، بالأمن، بالإعلام، بالتمويل، بكل شيء بكل شيء. ولفت السيد نصر الله إلى أن كل ما يتردد عن إجراءات ضد لبنان واللبنانيين في الخليج واللبنانيين في الخليج لا يستهدف إلا حزب الله، وأكد أن المطلوب سعوديا من الحكومة والقوى السياسية الضغط على حزب الله حتى يتراجع عن موقفه من السعودية. كل اللي عم بصير أن المطلوب من الحكومة اللبنانية ومن القوى السياسية اللبنانية ومن اللبنانيين المقيمين والمغتربين أنه كلهم يقاتلوا حزب الله ويضغطوا حزب الله ويواجهوا حزب الله ويهددوا حزب الله ومدري شو حتى حزب الله يتراجع عن الأمر الفلاني اللي حاحكي عنه كمان بعد شوي، يعني عن موقفه، عن موقفه من المملكة العربية السعودية حتى لو كان هذا الأمر يؤدي إلى فتنة في لبنان، إلى سقوط الحكومة في لبنان، إلى حرب أهلية في لبنان. السعودية ما سئلت عن هذا الأمر.
وبخصوص اليمن، شدد السيد نصر الله على أن السكوت عن الحرب السعودية يعطي الرياض الشرعية لشن هجمات على دول أخرى. عندما يسكت في العالم العربي على السعودية تشن حربا جهارا نهارا على اليمن، هذا سيعطيها الشرعية لتشن حربا على أي بلد عربي آخر، على أي بلد مسلم آخر. خلاص عندها شرعية، شرعية كاملة. العالم الإسلامي والعربي كله ساكت. طيب تطلع اليوم تذبح اليمنيين، بكرة ما بعرف مين تذبح، حتى جيرانا. بحث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري تطبيق المبادرة الروسية الأمريكية لوقف الأعمال القتالية في سوريا. وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. كان لافروف قد أكد ضرورة إغلاق الحدود السورية لمنع تدفق السلاح إلى سوريا. لافروف التقى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان حدد 9 في سويسرا. 9 من آذار الجاري موعد انطلاق الحوار السوري في جنيف بدلا من 7 منه كما كان مقررا سابقا. القرار صدر عن المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بعد لقاء جمعه ووزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف. الوزير الروسي الذي شارك في افتتاح الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان رسم من خلال مجموعة مواقف الخطوط العريضة للسياسة الروسية بالنسبة للملف السوري. معالجة المشكلات الإنسانية في سوريا وعودة الأمور إلى طبيعتها لا تتمان إلا من خلال وقف دائم لإطلاق النار والدخول بحوار سياسي يشمل جميع الأطراف السورية ليحددوا بأنفسهم مستقبل بلدهم من دون تدخل خارجي. إن هزيمة داعش والنصرة والأطراف المتشددة الأخرى لا تتم إلا من خلال وقف تدفق الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا، وهذا يجعل من الضروري إغلاق الحدود بين تركيا وسوريا حيث تخفى الأسلحة أحيانا وسط المواد الغذائية. ورد ستيفان دي مستورا أسباب تأجيل موعد انطلاق الحوار السوري إلى الأسباب اللوجستية المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى سويسرا وللتأكد من مشاركة جميع المدعوين. سيكون الحوار في 9 من شهر آذار مارس. كما تعرف فإن المسائل اللوجستية تأخذ الكثير من الوقت كمنح تأشيرات الدخول وغيرها، وللتأكد من حضور الجميع فإن الحوار سيبدأ بعد ظهر 9 منه. لقائي مع لافروف كان مثمرا للغاية، واتفقنا على أنه من الضروري تثبيت وقف النار ليس فقط لأسبوعين إنما لشهرين إذا استطعنا ذلك، وأن ننتقل إلى وقف حقيقي للنار وإلى حل سياسي للأزمة. الوزير الروسي استند إلى استخدام تنظيم داعش الإرهابي الأسلحة الكيميائية في سوريا ليطرح مبادرة على مؤتمر نزع السلاح تتضمن دعوة إلى اتفاق دولي جديد حول الأسلحة الكيميائية، لأن الإرهاب الكيميائي لم يعد تهديدا مجردا بل واقعا خطيرا في عصرنا بحسب لافروف. شروط استمرار وقف الأعمال العدائية وتحوله إلى وقف دائم لإطلاق النار مرتبط بإقفال الحدود التركية السورية من وجهة نظر موسكو. أما الأمم المتحدة فتتمنى استمرار الهدنة إلى ما بعد الأسبوعين المقررين وتحلم بوقف دائم بالتزامن مع بدء الحل السياسي. مصعص جنيف، الميادين. هذا ويترقب السوريون انطلاق انتخابات مجلس الشعب في 13 من نيسان أبريل المقبل، فيما شهدت عمليات الترشيح إقبالا لافتا للفوز بأحد مقاعد المجلس البالغة 250 مقعدا. محمد الخضر. حراك سياسي تحضير الانتخابات مجلس الشعب في سوريا. آلاف المرشحين تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات المقررة في 13 من نيسان المقبل. آمال عريضة يطرحونها في بلد أثخنته الجراح وأنهكه التعب على مدى 5 سنوات. نحن عم نقدم طلبات للترشيح إلى عضوية مجلس الشعب لأنه لنكون أبناء مخلصين لهذا البلد ولهذا الوطن. أنا رشحت حالي أني بدي شارك بأعمار البلد وإصلاحها. بلدنا تعبانة موجوعة، بده مين يسندها، ونحن إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى نحسن نسندها.
تنظيميا تواصل الدوائر الانتخابية عملها، تسجيل حضور لافت بالإقبال على الترشح، استنفار للسلطات المحلية إنجاحا للعملية الانتخابية، وفتح المجال للمرشحين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين في مراكز أخرى. نسبة الإقبال كتير جيدة وتتزايد في كل يوم، الأعداد كتير كبيرة سواء من الرجال أو النساء لجميع المحافظات، لأن دمشق تستقبل إضافة إلى دائرة دمشق تستقبل دائرة دير الزور، دائرة حلب، دائرة ريف حلب، دائرة الرقة ودائرة إدلب. سياسيا تشارك الأحزاب المرخصة والعديد من التيارات بالانتخابات فيما تقاطعها هيئة التنسيق، استحقاق يراه المشاركون ضروريا لمنع الفراغ الدستوري، موقف يحاكي موقف السلطة من الاستحقاق. قد يكون هذا المؤتمر هذا المجلس لا يتجاوز بوجوده أو صلاحياته المدة عام أو عامين، هناك فترة انتقالية جديدة سيتم فيها إعداد الدستور الجديد وإعادة صياغته وانتخابات جديدة إلى مونادي، لكن الفراغ الدستوري ممنوع، وهنا نقول هذا الكلام ونؤكد عليه، لابد أن يكون هنالك مؤسسات مستمرة بعملها. تجري الانتخابات في ظروف صعبة، مناطق واسعة يسيطر المسلحون عليها بمختلف تلاوينهم، الرقة وإدلب وأرياف ودير الزور ودرعة، ورهان على أن الدور التشريعي المقبل انتقالي ترقبا لنجاح العملية السياسية. توق السوريين إلى حل سياسي للأزمة في بلادهم في عامها الخامس يتقدم على العناوين الأخرى في التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب السوري، فانتهاء الحرب مدخل لحل معظم المشاكل الداخلية في سوريا. محمد الخضر، دمشق، الميادين. أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن إقفال باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب للدوري التشريعي الثاني، وذلك عند الساعة 8 من مساء اليوم. ذكر المستشار هشام الشعار رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه ستتم دراسة الترشيح والبت فيها خلال 5 أيام تنتهي في 7 من الشهر الجاري، وبعد انتهاء المدة سيتم الإعلان عن الأسماء وفق تسلسل الأحرف، كما يحق الاعتراض من قبل المرشحين خلال 3 أيام من اليوم الذي يلي تاريخ الإعلان. عقدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اجتماعها مساء هذا اليوم، واتخذت عدد من القرارات، أولها 1 يتم إقفال باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني في الساعة 8 من مساء هذا اليوم الأربعاء الواقع في 2/3/2016. ثانيا، تتولى لجان الترشيح دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال 5 أيام على الأكثر، تبدأ من تاريخ 3/3/2016 وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي بتاريخ 7/3/2016. ثالثا، تعلن لجان الترشيح بانتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة، ويحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة القضائية الفرعية خلال 3 أيام على الأكثر، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين، كما يعطى هذا الحق لكل ناخب بالطعن بصحة ترشيح الغير. رابعا، تبت اللجنة القضائية الفرعية بالاعتراض خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه، وذلك بقرار مبرم، أي من تاريخ تقديم الاعتراض. وتنضم إلينا موفدة الإخبارية سلمى عودة من مبنى محافظة ريف دمشق. سلمى، يعطيك العافية. تم إقفال قبل لحظات باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، ما هي المعلومات والأجواء لديك؟ يعطيك العافية رانيا، ومساء الخير إليك ولمشاهدي النشرة الرئيسية على قناة الإخبارية السورية. نحن الآن متواجدين وتم إغلاق الباب الرئيسي، ولكن يجب أن ننوه أنه من هو موجود حاليا في القاعة فهو يحق له أن يستمر في تقديم الطلب، ولكن اللجنة قامت بإغلاق الأبواب الرئيسية، لم يعد يستطيع أحد الدخول. وآخر إحصائية
820 بلغ، قبل النشرة كانت 816، حتى الآن هم 820. كنا مع ضيفي أيضا المستشار القاضي حسام الدين رحمون، عضو اللجنة الفرعية واللي هي مختصة بدراسة أوراق المتقدمين وأيضا البت وتحديث صناديق الاقتراع للناخبين، وكنا نتحدث عن مدة المدة. خلينا نحكي ولو بإيجاز سريع، ماذا ستتم في المرحلة القادمة وفيما يخص دراسة الطعون؟ أول شيء بدي أتشكرك أنه ألمعتي على نقطة كثير جوهرية، أنه نحن كل شيء موجود هون، زملائنا عم يقبلوا طلبه لأنه هذا وفق القانون أو قياسا على باب يوم الانتخاب. النقطة الثانية أنه بدي أتشكر زملائنا وتعبون. النقطة الثالثة أنه نحن هلأ بصدد البط بالطعون، واليوم بلشنا لأنه زملائنا أصدروا قرارات بقبول أيام 25 26 27 28، بتوا فيهم. نحن سجل عنا لحد الآن 3 طعون، اليوم بتينا فيهم. ما هي أنواع الطعون التي سجلت لديكم؟ في طعون عم تعمل تقول أنه أنا مثلا الطلبات اللي مقدمة هي أنا مستوفي الشرائط. اللجنة الترشيح الفرعية عم تقول أنه كان في نقص مثلا بنقل الموطن الانتخابي، هو صحيح جايب إخراج قي أو سند إقامي لكن مو مدون عليه أنه هو مقيم في هذه المنطقة منذ سنتين. في جايب إخراج قيد بدني مو مدون عليه أنه هو عربي سوري منذ 10 سنوات. هي طعون شكلية مع أنه نحن كتير ركزنا عليها والإعلام ركز عليها، لكن لابد من أن يكون هناك أنه يصير خطأ بشري من قبل المتقدم. زملائنا كتير كانوا حريصين وعم يسوي لوقت متأخر من الليل عم يسروا يدقوا الطلبات من شان ما يصير في أي شيء. نحن كمان واجبنا ندقق مرة تانية، وإذا لقينا خطأ بقرار لجنة الترشيح الفرعية يكون المرشح واثق انه رح نفسخ القرار ونعطيه حقه. نعم، يعني مثل ما شفتي رانيا، هي كانت بعض انواع الطعون التي ممكن ان يتقدم بها المواطنين الذين رشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. ويجب ان نذكر بان من تقدم اليوم وهو اليوم الاخير من التقدم، امامه 5 ايام. هذه ال5 ايام هي لدراسة كل من تقدم اليوم، ويليها 3 ايام. نعم. اولا يوم الاعلان، وثلاثة ايام للطعون، وثلاثة ايام للبط في الطعون. هذا كانت اجواء المركز هنا للجنة القضائية الفرعية. نعم، في محافظة ريف دمشق. شكرا لك يا سلمى عودة، موفدة الإخبارية إلى مبنى محافظة ريف دمشق. الخارجية الروسية تؤكد على أن الطرف الروسي منفتح للحوار بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا، وتدعو واشنطن إلى اتخاذ موقف نزيه من تطبيق وقف العمليات القتالية. يحيى كوسا. لم يكن مفاجئا الترحيب الدولي بصمود وقف الأعمال القتالية في سوريا وبالعمل الذي يقوم به مركز التنسيق الروسي في حميميم لضبط الخروقات وتحديدها وتعدادها. فقد أكدت روسيا من جديد موقفها من سوريا وحرصها على سيادة الدولة السورية وعلى مستقبلها الذي يحدده السوريون وفقا للقرار 2254، والذي جاء تكريسا للاتفاق الأمريكي الروسي الذي يدعو إلى وقف الأعمال القتالية بشكل دائم وليس لمدة 2 أسبوع. وقف الأعمال القتالية في سوريا غير محدد بمدة زمنية، وندعو واشنطن إلى اتخاذ موقف نزيه من تطبيق الاتفاق والتخلي عن الأحاديث حول الخطة باء. وموقفنا تجاه الأزمة في سوريا لم يتغير، وسوريا دولة ذات سيادة ومستقبلها يقرره الشعب السوري. النجاحات الروسية في مكافحة الإرهاب والاتفاق مع واشنطن وضع نظامي أردوغان والسعودية في زاوية ضيقة، وفضح دورهما في رعاية الإرهاب وإغاظة حلف الناتو الذي راح يكيل الاتهامات لموسكو باستخدام أسلحة غير دقيقة في سوريا. موسكو ردت على مزاعم الناتو، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين إن تجربة الاستخدام القتالي لطائراتنا في سوريا تشير إلى مهارة وإمكانات عالية لدى المصممين والتقنيين والصناعيين الروس، وهي إضافة إلى مهارة وشجاعة الطيارين الروس تظهر ذاك الأثر الاستراتيجي الكبير.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الحفاظ على كيان الدولة السورية هو خط أحمر، وكل شيء آخر يرتضيه الشعب السوري ويتوافق عليه فهو شأن داخلي. قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية في تصريحات صحفية أن اتفاق وقف الأعمال القتالية متماسك بشكل عام، مضيفا أنه توجد بعض الخروقات ولكنها في الإطار المتوقع والمطلوب الاستمرار في دعم هذا الاتفاق. وأعرب أبو زيد عن أمله في أن يستمر ثبات هذا الالتزام الدولي بدعم الاتفاق، وأن تكون أي خروقات في أقل الحدود ويتم احتواؤها من أجل إتاحة الفرصة لإطلاق الحوار السوري في الموعد الذي حدده المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا في 9 آذار الحالي. اعتبر الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نازربييف أن تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا من شأنه ضمان التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن نازربييف رحب خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في كازاخستان باتفاق وقف الأعمال القتالية، داعيا كل الأطراف في سوريا إلى الالتزام الكامل بتنفيذه. صادرت الجهات المختصة في السويداء سيارة محملة بكميات كبيرة من القذائف المتنوعة في الريف الشمالي الغربي، كانت قادمة من درعا باتجاه التنظيمات الإرهابية في البادية الشرقية للسويداء. ونقل مراسل الإخبارية عن مصدر مسؤول تأكيده أن السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من قذائف الدبابات وقذائف B9، وصادرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي في عمليتين منفصلتين في 29 من شباط الماضي سيارتين محملتين بكميات كبيرة من الألغام الأرضية وقذائف RPG وذخائر متنوعة كانت معدة للتهريب إلى التنظيمات الإرهابية في البادية الشرقية والشمالية الشرقية في محافظة السويداء. وحدات من الجيش أعادت الأمن والاستقرار إلى قرية يفاح في ريف حلب بعد تدمير آخر تحصينات الإرهابيين. جولة على أبرز الأحداث الميدانية في التقرير التالي. مصدر ميداني أكد أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة أعادت الأمن والاستقرار إلى قرية فاح بريف حلب الشرقي، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي فيها. في ريف حمص وحلب دمر سلاح الجوف الجيش العربي السوري مقرات وآليات لإرهابي داعش في القريتين وتدمر وعنق الهوى، كما وجه سلاح الجوف الجيش ضربات مكثفة على مقرات وآليات داعش في مدينة الباب شمال شرق حلب، وكبد التنظيم الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالأفراد والعتاد. وفي السويداء دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة 4 آليات لتنظيم داعش الإرهابي في تلي ضلفع وأشيهب في الريف الشمالي والشرقي. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دعت المواطنين في بلدتي كفين ومسقان بريف حلب الشمالي للعودة إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إليهما، في مشهد يؤكد أن كلمة الفصل يرسخها فقط الصامدون. أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر على إيجابية الدور الذي تقوم به جمهورية جنوب إفريقيا إلى جانب مجموعة دول بريكس في دعم العملية السياسية في سوريا دون تدخل خارجي. خلال استقباله سفير جمهورية جنوب إفريقيا شون بندلدت قال حيدر إن التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في تسريع وتيرة المصالحات وبالتالي إخفاق كل من راهن على فشلها، لافتا إلى أن هنالك نوايا وأفعالا عدوانية من قبل بعض الدول الإقليمية وبخاصة تركيا والسعودية تجاه اتفاق وقف العمليات القتالية. من جانبه أبدى سفير جنوب إفريقيا إعجابه بالمصالحات التي جرت مؤخرا، مؤكدا تقديم كل الدعم اللازم لإنجاحها. استفدنا كثيرا في الفترة الماضية من تبادل الآراء والاطلاع على التجارب وتجربة جنوب أفريقيا، وحقيقة هناك جهود مخلصة ورغبات صادقة في أن يقدموا لسوريا كل ما يستطيعون في مجال المصالحة
الوطنية. اليوم سعادة السفير أتى ليطلع على آخر مستجدات المصالحة الوطنية في سوريا وليطرح اقتراحات عملية للفترة القادمة لأعمال مشتركة بين دولة جنوب أفريقيا ممثلة بسعادة السفير والدولة السورية ممثلة بوزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية. Well, now look, I think the indications are that the Syrian reconciliation. إن تجربة المصالحة الوطنية في سوريا تجربة ناجحة وبدأت تأخذ زخما كبيرا وتحقق نتائج على الأرض، ودورنا كسفارة لجنوب إفريقيا سيكون تقديم أي مساعدة ممكنة لمشروع المصالحة الوطنية في سوريا كالمشورات الفنية والتقنية. نقطة أخرى أود الإشارة إليها حول المحاضرة التي أقيمت في مكتبة الأسد بدمشق في الفترة الماضية حول المصالحة الوطنية وشخصية نيلسون مانديلا. المحاضرة كانت ناجحة جدا وسيليها محاضرات ستقام سنويا في كافة المحافظات السورية. دانت سوريا بشدة قرار مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، أكدت أن هذا القرار انعكاس للتخبط السعودي واستلاب لإرادة الشعب العربي في الخليج. أقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار مجلس التعاون الخليجي حول حزب الله ومثيله من هذه القرارات لا تغير من الحقائق الساطعة شيئا، والثمرة الوحيدة لها هي مزيد من الانكشاف الفاضح لحجم التآمر على فلسطين والمقاومة وسوريا. المصدر أضاف أن سوريا التي كانت وستبقى تعتبر حزب الله حركة عربية مقاومة للعدو الإسرائيلي وللإرهاب المرتبط بالمشروع الصهيوني تؤكد اعتزازها بالروابط المصيرية مع تيار المقاومة في المنطقة. مجلس التعاون الخليجي يعتبر المقاومة في لبنان إرهابية، والصهيونية سيبي ليفني ترحب بالقرار. ليس غريبا أن يكون الكيان الصهيوني أول من يرحب بقرار مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر المقاومة اللبنانية ممثلة بحزب الله حركة إرهابية. فقد أعلنت وزيرة خارجية الاحتلال السابقة سيبي ليفني أن القرار أمر مهم ودقيق ويزيد الضغوط على المقاومة. قرار إرهابي كما وصفته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ينم عن إمعان النظام السعودي في حقده الأعمى على المقاومة وعلى العروبة، فليس عربيا من يصف الحزب الذي شرف العرب ورفع رأسهم ونصرهم على عدوهم التاريخي حزبا إرهابيا. التصعيد الخليجي الخطير جاء في سياق سياسة سعودية ممنهجة تهدف إلى ضرب الاستقرار في المنطقة وتغليب المصالح الأمريكية والإسرائيلية على المصلحة العربية كدعم الإرهاب في سوريا وفرض عقوبات على المقاومة في لبنان منذ العام 2013، ثم العدوان الوحشي على اليمن وصولا إلى قطع المساعدات عن الجيش اللبناني الذي ساند المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي خلال حرب تموز. لا شك أن لهذا القرار الحاقد تداعيات خطيرة، وإن كان الإنسان العربي العادي لا يصدقه ولا يعمل به لأنه يجافي الحقيقة والواقع، إلا أنه يساهم في شق الصف العربي ويزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة لمصلحة إسرائيل ومخططاتها العدوانية. السوريون يستنكرون اعتبار المقاومة عملا إرهابيا، خاصة عندما يصدر هذا الموقف ممن يصفون أنفسهم بالعرب. مجلس التعاون الخليجي اعتبر المقاومة اللبنانية حركة إرهابية، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة بين السوريين والذين أكدوا أن ذلك القرار يخدم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ويتنافى مع العروبة والقيم الأخلاقية. نحن بس نعترف بمجلس التعاون الخليجي ممكن نعترف بقراره. هدول الدول الخليج هدول أدنبها لأمريكا، هدول عملاء، هدول بيدعوا أنهم أصدقاء الشعب السوري وألا هن ضد الشعب السوري.
ما يوم ما من الايام شفنا من خير يعني. اذا التنظيمات الارهابيه هن عم يسعوا بكل طاقتهم هن لحتى يشرعنوها مثل جبهه النصره وغيرها، فحزب الله هو سيد المقاومه، يعني هو الحزب الوحيد اللي يمكن دافع عن كرامه العروبي، فلازم نتفاخر فيه نحن. والله منظمة التعاون الخليجي منظمة يعني تقريبا تابعة للغرب، ما عندهم رأي منهم، تابعين رأيهم من رأي الغرب، شو بيمل عليهم بيحكوا وبنفذوا، بعكس حزب الله، حزب الله مقاومة. مجلس التعاون ما بيصدر قرارات له، قرارات إسرائيلية، لأنه هو عم ينفذ سياسة إسرائيل وأمريكا. هلا تساوي دول الخليج باسرائيل وامريكا، دول التعاون الخليجي هن داعمين الارهاب وهن المنبول الارهاب، كيف بدهم يحكوا عن الارهاب اذا هن داعمينه؟ حزب الله هو منظمه ثوريه وهي اللي عم تقاوم، يعني هي اخر شيء بقى بالمقاومه، يعني اصلا بالنسبه للدول العربيه هي نهج المقاومه، هذا الشيء الوحيد اللي لازم تتبعه كل الدول العربيه، هذا شيء خاطئ وما في اي اثبات على هالشيء هذا نهائيا. ومهما ساووا شغلات ومؤتمرات كلها شغله فاضيه، هذول عربان الخليج ان شاء الله الله بيضربه من عنده باذن الله الواحد الاحد، ونحن بنضل مقاومتنا ان شاء الله شريفه بقياده الرئيس بشار الاسد السيد حسن نصر الله، وننتصر ان شاء الله باذن الله. اذا كشف عربان النفط عن وجوههم الحقيقيه، ولم تعد ورقه التوت تستر مؤامراتهم على الامه وقضاياها.